ركز بقى يا احمد، بلاش قرف، مش عايزين قرف. انت مش عارف تتكلم اساسا. طب ايه يعني؟ طب اموت معاكم مثلا ولا اوب اموت معاكم ولا اعمل ايه؟ مش فاهم. احمد احنا مش محتاجينك يا احمد. كسرت له حرميته. ما احنا لو نمشي صح، لو نمشي بسلاحة نظيفة ببساطة كده وبخفة دم ممكن ننجح، لكن طول ما احنا فاهم فالفشل حاجة مش حلوة. ميزة بلان من باب اكسكيوت، دخلنا زي الهوب. يعني بيقولك خليك كيوت فاهم. كان في واحد، كان في تقريبا بيستول عندي بس خلاص مش فارقة. حمير يلا والله. يا انا غرقت. انت اللي بدأتهم؟ يا ابني كنا عايزين نبدأ بالراحة بهدوء. ايوه طب انا بقالي بهدوء اهو، انا بقالي من على الجنب. لا قصدي يعني من غير اسلحة، اسلحة عالية. يلا 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 يلا. لوكو لوكو. ولا لو عايزين، لو عايز تركب معايا انا ركبت الطياره ولا ايه؟ لا لا احمد طلع انطلق انت. ماشي مش هسيب ناس، مش هسيب ناس وحبايبي. طب يا ريت تفضوا لي الاير ستريب لو سمحت، لو سمحت. انت غالبا هتروح تجيب. هموت 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 هموت. يا دي النيلة، 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 يا دي النيلة. بس عاش 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 عاش. قشطة. يلا الفكرة ان هما بيكنوا العربية في نص الطريق والطيارة بتاخد وقت كتير قوي على ما تلف. ماشي. طيب انا سايق اهو رايح. ها يا ريت ما تموتش. يلا بقى. لفة كاملة، لفة كاملة يا سيدي. يا سلام. وي انت ايه الكلام عندك؟ اهو ايه ايه اهو، عايشين ولا ميتين ولا ايه؟ بنطلع في الروح. هو تقريبا احنا بنبيع مخدرات او حاجة غالبا. انت هتجيب حاجة وبعدين ترجع تركن، فاحنا بنفضي لك المكان حاجة ده بجد؟ بس احنا ليه بنفضي المكان وانت فوق يعني؟ مش عارف. انا حاسس، انا حاسس ان احنا بنحاول بس نوصل الطيارة. طب ما نهرب يعني، احنا ليه بنفضي المكان؟ يمكن عشان ما يجروش ورانا بعدين، مش عارف. يمكن مثلا في طيب طار، ايه؟ مثلا طار قديم. فاضل اثنين. عاش. طب اخش انا في الجبل ولا ايه؟ طيب خلصنا. طبعا مفروض خلاص كده. نروح فين بقى؟ هو انا رايح المطار، فما اعرفش انتوا المفروض تقولي ولا ايه. هو ما قدرناش نعمل ايه دلوقتي؟ ما يمكن يكون انت كان هدفكم بس ان انتوا تعملوا اللي عملتوه ده. بطيئة أوي الطيارة، بقالي كتير أوي سايق. أنا متأكد إن أنت هتقوم مقلوب بيها أصلا. أنا بحاول أصلا دلوقتي بفكر يعني المفروض لما أجي أعمل لاندنج يحصل لاندنج محترم. ربنا يستر. وفي مطبات هوائية يا عم. طب احنا هنروح فين احنا دلوقتي يا احمد؟ ما تزعلش نفسك. فين يا انا عند المطار خلاص. ايه ده انت عليك بس؟ ايه يا ابني، ما انا بوصل الطياره لغايه المطار الكبير. عايزين نبقى نلعب مع بعض التنس في اللعبة دي.
نحاول اعملها صح عشان ما اموتش. ويت فور بايلوت تو ديليفر ما اعرفش ايه. انا بديليفر اهو، استنى بس صبر حلو. ولا عايزني افجر لك الطياره؟ ماشي العبيد بيضرب علينا اهو. ماشي اهو اهو اهو. مش مشكلة نمشي على الحشيش بالطائرة صح؟ هيا بقى خلاص خد وصلتها. بتتقلب وانا بوصلها. لا خلاص واقف. اوكي مين ده؟ انت بتتفرج؟ لا انا عندي وصلت الطياره بقى، وواحد بيشوفها وبيعينها وحاجات كده، بيخبط عليها وحاجات غريبه. ايه اللبس اللي انا لابسه ده؟ هيا بقى. ايوه بقى دي سيت اب سيلفر. ايه مين ده اللي بلاتنم؟ بلاتينوم بلاتينوم ريكوردز يعني بلاتينوم. ايه القرف ده؟ ما انا عملت ايه اصلا؟ انا عارف ده انا اصلا كنت سايق عربيه وهم اللي بيموتوا، مش فاهم حاجه. يلا بس بلاتين. عايزين نكمل بقى. طب احنا لو بقى في اللي جايه دي خسرنا، هنعيد من الاول ولا هنعيد من اول بعد السيت اب؟ لا بنعيد من اول سيت اب، من اول تشيك بوينت اللي في السيت اب كمان. انا مكتوب لي ويتنج فور بلايرز، ما اعرفش تعملوا ايه بقى. وانا خرعة طلع. ولو واحد راح هنعمل ايه؟ نعرف انا جعان كالعادة. تملي معاك. يا ابني نار. مش عارف، بحاول املى الفيديو بحاجه، ما فيش حاجه علق عليها. ودلوقتي انا شايف عندي دايره بتلف حوالين نفسها وبتحاول تقفش ديلها، بس ها 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 هانت. لا لسه ها لسه ها لسه لس. فراغ. خلاص ايه، انا لسه عندي لودنج. ولد فراغ. فراغ 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 فراغ. طبعا مثلا انا عندي فكره حلوه، انا ممكن انهي الفيديو هنا يعني، ما فيش حاجه بتحصل. ف نكمل بكره بقى في فيديو جديد وكلام جميل جديد. سلام.